الحمد لله باسط الجمال في الأكوان بسناء نور سيدها، والذي يجلي هذا الجمال بشواهد الإرث في أهل مواريث النبوة من سادتها وقادتها المنورين بنور رب العالمين المتجلي في ذات الحبيب الأمين صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل نفس وحين عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، صلوات يبارك الله تبارك وتعالى لنا بها في هذا الاجتماع في هذه الساعة المباركة والموطن العظيم المنور الذي بدأ حلقة في سلسلة إرث النبي المطهر في شؤون من العلي الأعلى يبديها في الأمة ولا يبتديها، فسبحان الرحمن كل يوم هو في شأن يبدي تلكم النجوم ليعوم في بحر نورها من يعوم، فتشرق عليه أنوار عناية الحي القيوم، وتصح بصرته بالسيد المعزوم، ويمتد له الخير ويدوم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي ذكرى سيدي الإمام العارف بالله الشيخ صالح الجعفري، قد التقينا في ذكرى مضت له في هذا المكان مع ولده الذي خلفه الشيخ عبد الغني بن الشيخ صالح عليهما رحمة الله وعظيم رضوانه، وجمعنا الله بهما في أعلى جنانه في دار كرامته ورضوانه مع من سبقت لهم منه السعادة وختم لهم بها إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد أشرقت هذه الأنوار باتباع الآثار واجتماعكم على هذه الأخبار في تمجيد الأخيار، ليتصل المسار بخطى النبي المختار في هذه الأمة في الإسرار والإجهار، ليحق وعد الله لنبيه المصطفى أن يبقى خيره في الأمة على مدى الأعصار. بارك الله في هذه الاجتماعات وفي هذه الاستماعات وفي هذه الإنشادات وفي هذه التوجهات وفي هذه الروابط القلبية المنبثقة من أنوار الإيمان بالحق ورسوله خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ يسر الله تعالى لنا المشاركة لكم مسرورين فرحين مجددين العهد مع الشيخ عبد الغني عليه رحمة الله تعالى في أيام ولده الشيخ محمد صالح، أمتع الله به في عافية وكرامة واستقامة ونعم مستدامة، وبإخوانه الكرام ومن والاهم في الله سبحانه وتعالى، إذ نجدد تلكم العهود ونقف في هذه الذكريات نتطلب الشهود، ليتحقق الواحد منا بمعنى من عبوديته للملك المعبود، وليكون من الموفين بالعهود في ميادين الركع السجود، الفائزين بمعية صاحب المقام المحمود المثنى عليهم في كتب الله المنزلة قبل أن يبرزوا إلى هذا العالم وهذا الوجود، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم
في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية الكريمة المختومة بالوعد الكريم: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. ألحقنا اللهم بهم واجعلنا معهم. أيها الأحباب، في ذكرى مثل هذا الإمام الكريم الذي سمعتم الحديث عنه من الأزهر على لسان الشيخ أسامة الأزهري بارك الله فيه وفي جهوده، وبارك لنا في هذا الأزهر ونتائجه ونيات الصالحين الذين مضوا فيه، كان يستجلب في أحوال وشؤون الشيخ صالح معانا المعارف واللطائف، وجوه عليها للقبول علامة وليس على كل الوجوه قبول. لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعال. إذا رؤوا يشهر ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بالاشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال. حال ذوي الدعوى لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. ظهرت آثار السر المصون المكنون في قلب سيدنا الشيخ صالح والمودع فيه على أخباره وآثاره وعلى نثره وأشعاره، فلا تكاد تسمع منها شيء إلا وجمعك على رب كل شيء وهداك إلى سيد الكائنات والأشياء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المجتمعون في هذه الليلة الغراء، ليلة الجمعة المباركة، في هذه الذكرى الواسعة البركة، لنتهيأ في مثل هذا الاجتماع لأن نسقى من رحيم تلكم المعاني ما به تشيد المباني وما تنال به غايات الأماني. أيها الجمع الكريم، رسالة الشيخ صالح عليه رحمة الله الأزهرية الأحمدية المحمدية الجعفرية النورانية الإسلامية الإيمانية الإحسانية العرفانية، رسالة إرث تام لخير البرية، تخاطبنا أن نستشعر من أنفسنا شأن العهد الأقدم مع العلي الأكرم ربنا جل وعز وله كل الثناء والحمد، وهو شأن في العهود انتظم سلكه على يد صاحب المقام المحمود، وفيه تلا علينا الحق في قرآنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي القراءة الأخرى: فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا من أهل الأجر العظيم. فيشعر الذين امتدت أيديهم في سلسلة هذه الطريق وتلكم الطرق المباركة أن اليد امتدت في الحقيقة إلى يد محمد، وإن كانت بواسطة، وإن تلك اليد تحدث عنها الواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه، فإن كانت في الصورة لحم آدمي هو سيد بني آدم، فإن تلك اليد في حسها ومظهرها علت فوق سدرة المنتهى، فهات لي يدا مثلها. لا يد مثل يد محمد. وهنا تتجلى العظمة: إنما يبايعون الله
يعصي الإله ويمجتي، ومن بايع المختار بايع ربه، يد الله من فوق الأيادي وفي يدي، وآية حب الله منا اتباعه، به وعد الغفران بعد المحبة. إن اليد التي امتدت إلى تلك اليد ولو بالوسائط المنورة المباركة أهل إذا رعت العهد أن تمتد إلى عين تلك اليد على حول، أن تمتد إلى عين تلك اليد تحت لواء الحمد الذي يضم جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمقربين وجميع من يدخل الجنة. من لا يستظل بظل لواء الحمد لا يدخل جنة الله. من لم تفتح عينه بنور طلعة محمد في القيامة فلا دخول إلى دار الكرام، ولن ترى عين الجنة حتى ترى وجه محمد، بل ورؤية ذاكم الوجه هي العدة والزاد للتهيؤ للإمداد بالقوة الكبرى لرؤية وجه الله العظيم، للنظر إلى وجه الله الكريم. فانظروا هذا التواصل وهذا الترابط في مجمعكم هذا، فكم كان يجيش سيس صدر الشيخ صالح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكم أدركنا مما جاش في هذا الصدر في خلال لقائنا بابنه عبد الغني أعلى الله درجاته وجمعنا به مع خيار برياته وأددناه في الله وتحاببنا وإياه في الله تعالى في علاه، والتقينا من أجل الله سبحانه، وكان لتلك اللقاءات آثار رضى الله بها أن ناتي في هذه الليالي فنشارككم هذه البهجات وهذه الذكريات في هذه الساحات المباركات. فوسعوا النظر في ارتفاع الأثر لتعبروا مع خير من عبر في أكرم مسار لمن سار من أهل النظر، لنستقيم على ما يحب الله منا فيما بطن وظهر حتى يثمر لنا ذلكم خير ثمر، وهي لقاؤنا بأولئكم القوم الغرر في خيرة الزمر تحت لواء الحمد وحامله النبي الأطهر. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائه، ومن كان نظره إلى ذلك ممتد فحاشا أن يضره إغراء أو يضره تخويف ممن كفر وجحد وممن عاد عن مسلك الرشد كائنا من كان، بل هو المحفوظ من فتنة الدجال فمن سواه بقدر تعلقه بأولئك الأئمة الهدى. أيها المجتمعون في هذا المجمع، جعلنا الله إياكم من خواص من به انتفع. استمعوا فإن في وسط القلوب سمعا إذا انفتح انشرح الصدر وانفسح، وفتح باب سماع لأسرار خطاب كانت من رب الأرباب، عبر عنها سيدنا جعفر الصادق وقد تلا آية من الكتاب فرددها حتى أغمي عليه، فلما أفاق سئل فقال ما زلت أرددها حتى سمعتها من المتكلم بها من منزلها جل جلاله. أيها المؤمنون، تهيئوا بحسن الاستماع لطيب ذاكم السماع الذي لا تسمعه إلا القلوب الوساع النظيفة المنقاة عن محبة الرعاع وعن محبة الوعاعة التي التاع بها من التاع. أيها المؤمنون بالله، إنه سماع شريف، قيل عنه مقام السماع مقام شريف، بزمن وصحب وموضع نظيف، لنا فيه يا صاحي معنى لطيف، يجيب اللطيف ويفني الكثيف، سماع الرجال شهود وهو حال بحق اليقين ونفي المحال. أيها المجتمعون في هذا الجمع، فتح الله لنا ولكم أبواب السمع، فإنه بقدر ما يعلم من الخير يسمع، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولقد أسمع من أسمع
واستمع من سمع فكان عند ذلك مسموعا، فإن الله يكافئ من استمع إلى خطابه بأن يستمع الحق إلى دعائه وإلى ندائه وإلى تضرعه إليه. يا جامعنا على هذه الخيرات لا تحرمنا خير ما عندك، وافتح بها أبواب الفرج للمسلم، افتح بها أبواب الفرج لأهل الشام، افتح بها أبواب الفرج لأهل الإسلام، احفظ بها مصر وأهل مصر من الآفات والعهاد، واحفظ بها بلداننا وجميع الجهاد. يا جامعنا على الخير أرض، ابسط الخير للمسلمين وادفع السوء عن المؤمنين، واجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين. لا يطالبنا مسلم يوم القيامة بذمة في قول ولا فعل ولا فيما ينطوي عليه الضمير. يا مصفي الضمائر صفي ضمائرنا، يا مصفي السرائر صفي سرائرنا، يا منور البصائر نور بصائرنا. وأمتع بالشيخ محمد صالح بن الشيخ عبد الغني بن الشيخ صالح الجعفري بعافية وسرور وأنس وحبور وعطاء موفور غير محدود ولا محصور. عم بواسع البركة إخوانه وذويهم وأهليهم ومن يواليهم وأهل هذه الطريقة ومن والاهم من جميع أهل طرق الحق في المغرب والمشرق. يا رب اجمع الشمل وأذن بالوصل وادفع السوء وحول الأحوال إلى أحسنها، واجعل لنا قراء في هذا البابا تجرينا به بغفر الذنوب والآثام والشفاء من الأمراض والأسباب وكمال حسن الختام عند نزول الحمام، واستقامة مع من استقام حتى نلقاك على خير حال. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اليوم ذكرناهم وغدا اجمعنا معهم وأرنا إياهم، وأوردنا أشرف الموالد إلى صف النبي الشاهد الشهيد المجاهد حبيبك الذي جعلته بين الخلائق واحد حوى رتب الكمال فلا شريك له فيها، وجل عن المثيل هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل، ثبتنا على دربه واسقنا من شربه واجعلنا في حزبه واحشرنا غدا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وعفوا منكم والسلام عليكم.